استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصافرية هذا اليوم سعادة السيد جاستن هيكس سبيريل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة الذي قدم إلى جلالته الأدميرال سكوت ستيرني قائد القوات البحرية الأمريكية بالقيادة المركزية قائد الأسطول الخامس. وقد رحب جلالة الملك المفدى بسعادة السفير الأمريكي والأدميرال سكوت ستيرني وأشاد بعمق العلاقات التاريخية والشراكة الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة والمبنية منذ عقود طويلة على الثقة والاحترام والتنسيق المشترك بما يحقق المنفعة للبلدين والشعبين الصديقين، منوها بالتقدم المستمر الذي تشهده هذه العلاقات على كافة الأصعدة في ظل السعي المتبادل لتطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات وخاصة العسكرية والدفاعية. ونوه جلالته بالدور الفاعل الذي تطالع به الإدارة الأمريكية بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسلم الدولي، مؤكدا دعم مملكة البحرين ومساندتها لجميع هذه الجهود والمساعي العالمية.